نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدي تعليماته بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للكارثة البيئية بولاية صفاقس. الاستعدادات المتعلقة بالقمة الفرنكوفونية محور لقاء قيس سعيد بعثمان الجرندية. المنستير حجز بضائع بقيمة جملية قدرت ب 177 ألف دينار. ووزيرة المالية تلتقي بمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية. إلى تفاصيل النشرة، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر الأربعاء 16 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج محمد الطيب الغزي رئيس مؤسسة فداء، وأكد سعيد على ضرورة الإسراع في تركيز هذه المؤسسة حتى تتحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها. وذكر سعيد في هذا الإطار بالمرسوم الذي أحدثت به مؤسسة فداء، مشيرا إلى أن له مفعول رجعي سواء بالنسبة لشهداء القوات المسلحة العسكرية أو الأمنية أو بالنسبة إلى عائلات شهداء الثورة وجرحاها. ومن جهة أخرى، استقبل سعيد مساء الأربعاء بقصر قرطاج ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة، وتناول اللقاء الوضع البيئي بصفاقس، حيث وزع الرئيس الجمهورية تعليماته بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للكارثة البيئية بالتنسيق مع كل الهيكل المعنية. وأوضح سعيد بأن هذا الوضع غير طبيعي، بل الهدف منه هو تأجيج الوضع بكل المؤسسات أو بكل الوسائل، وأكد على أن صفاقس التي تعاني أصلا من التلوث يتم اليوم التنكيل بسكانها بعدم رفض الفضلات وحرقها، مما زاد الأوضاع تفاقما. كما شدد على أن الدولة التونسية موحدة والاستقلالية التي تتمتع بها الجماعات المحلية لا يمكن أن تؤدي إلى مس بوحدتها. وفي سياق آخر، دعت الجامعة العامة للصحة في بيان لها مساء الأربعاء الأعوان الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد مع وزارة الصحة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الخميس الموافق لـ 17 من نوفمبر الجاري بكامل تراب الجمهورية أمام مقرات الإدارة الجهوية للصحة من أجل الدفاع عن حقهم في الترسيم. كما نددت الجامعة بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة الاتفاقيات السابقة في ترسيم الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد الذين طال انتظارهم لمدة 4 سنوات متتالية. وأضافت الجامعة بأنها على استعداد للتوجه نحو المزيد من الخطوات النضالية والتصعيدية في صورة عدم رفع هذه المظلمة وفق نص البيان. كما دعت كل الفروع الجامعية والنقابات الأساسية بالقطاع إلى الاستعداد والتعبئة والحرص على تأطير التحركات الاحتجاجية المبرمجة. ومن جهة أخرى، وفي علاقة بشأن الصحية، كذا وزير الصحة علي مرابط خلال إشرافه يوم الأربعاء صحبة سفيرة هولندا بتونس وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور إبراهيم الزيك ووالي الجهة فاخر فخفاخ على زيارة ميدانية أداها إلى ولاية صفاقس بحضور عدد من الإطارات الصحية بجهة صفاقس، بأن الصحة والخدمات الصحية اللائقة هي حق لكل مواطن تونسي أينما كان، ليس فقط في المناطق الكبيرة بل كذلك حتى في المناطق الداخلية. تمكنت مصالح الحرس الديواني بالمنستير من مداهمة محل لبيع مستلزمات المقاهي بقصر هلال وحجز كمية كبيرة من مادة المعسل مجهول المصدر بقيمة جملية قدرت ب 22 ألف دينار، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من الديوانة التونسية بالمنستير لمراسل الحياة فان بالجهة. وأضاف ذات المصدر بأن مصالح استعلامات الحرس الديواني بالجهة تمكنت من حجز كمية كبيرة من العطور ومواد التجميل بجهة صيادة بلغت قيمتها 65 ألف دينار. كما تمكنت مساء أمس فرقة الحرس الديواني بالمنستير من حجز كمية كبيرة من الملابس الجاهزة تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة. التقت وزيرة المالية سهام البغدير النمصية صباح الأربعاء بمقر الوزارة بالقصبة بأعضاء مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة. وخصص الاجتماع لعرض ومناقشة أهم الإجراءات الجبائية المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 والتشاور حولها. وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى أن الإكراهات التي يفرضها الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تعرفها الدولة التونسية على
مستوى التوازنات الكبرى للمالية العمومية وما تحتم هذه المرحلة من جهود لتنشيط محركات النمو وتحسين نسق النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية المؤسسة. كما تناول اللقاء من جهة أخرى مشاغل مهنة المحاسبة والسبل الكفيلة بدعمها من خلال العمل المشترك في اتجاه تحسين ظروف أدائها وتوفير المناخ الملائم لتطويرها. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر تعليماته بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للكارثة البيئية بولاية صفاقس. الاستعدادات المتعلقة بالقمة الفرنكوفونية، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندية. المنستير حجز بضائع مهربة بقيمة جملية قدرت ب 177 ألف دينار. ووزيرة المالية تلتقي بمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.